إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تقدم. ولنا الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم أولوياتنا الوطنية، وسنمده بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة. حوار مع باحث. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. صناع عمان سوف يوفر ورشة عمل متاحة للجميع وسهل الوصول إليها. كانت فكرتنا عبارة عن منصة ذكية تحل عدة مشكلات تواجهها منطقة الورش الصناعية العشوائية. الفكرة الأساسية من البرنامج هو تنمية شخصية التلميذ المبتكر. حوار مع باحث، نبني بخطى ثابتة منظومة متكاملة للبحث العلمي والابتكار في السلطنة، منسجمة مع التوجهات العالمية، ونتيح للباحثين مجالات متعددة من التطوير والابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث. حوار مع باحث. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعين الكرام، فمرحبا بكم معنا إلى ملتقى جديد يجمعنا بكم وحوار مع باحث. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار هذا الأسبوع بالتعاون مع مؤسسة الجدران المتساقطة الألمانية غير الربحية، أعلنت عن المتسابق الأكثر إبهاراً في مسابقة مختبر الجدران المتساقطة التي تقام على المستوى الوطني للمرة السادسة على التوالي، حيث حصلت الطالبة فاطمة بنت فهم المقبالية من كلية عمان البحرية الدولية على المركز الأول عن مشروعها بعنوان كسر جدار التحلية المكلفة بدمج خلية تحلية ميكروبية مع محطة التناضح العكسي. تفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا لمعرفة تفاصيل هذا المشروع البحثي. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حوار مع باحث، وباسمكم جميعا أرحب بالطالبة فاطمة بنت فهم المقبالية، وهي الحاصلة على المركز الأول في مسابقة مختبر الجدران المتساقطة لهذا العام. أهلا ومرحبا بك فاطمة معنا في حوار مع باحث، ونبارك لك هذا التتويج وحصولك على المركز الأول. مرحبا، حياك الله يا فاطمة. إذن مباشرة فاطمة، لمعرفة تفاصيل مشروعك الذي حصلت من خلاله على المركز الأول، فحول ماذا تدور فكرة المشروع تحديدا؟ فكرة المشروع هو عبارة عن دمج خلية ميكروبية مع محطة التناضح العكسي اللي هي ريفرس أوسموسيس. احنا اقترحنا هذا الحل لتحلية المياه المكلفة
من خلال نستخدم تحديث ميكروبية كمرحلة معالجة مسبقة لمحطة التناوح العكسي عشان تقلل من حمل التناوح العكسي، وأن هي توفر الطاقة والضغط وعمر الغشاء أثناء معالجة مياه الصرف الصحي. ما المراحل التي مر بها مشروعك البحثي إلى أن توصلت إلى النتائج؟ أولا احنا صممنا الرياكتر اللي هو المفاعل اللي استخدمناه، بعد ذلك قمنا بصنع المفاعل، صنعناه، بعد ما صنعناه قمنا بمراقبة الأنظمة ودراسة معدل التحلية والتوصيل الكهربائي في النظام. احنا اوريدي جبنا مياه صرف صحي من شركة من الشركات فصحار اللي هي تستخدم الويست ووتر تريتمنت، وقمنا يعني بمشاركتها في هذا الرياكتر عشان احنا نشوف فعالية هذا الرياكتر كيف. فقسنا الملوحة وقسنا يعني معدل التحلية والتوصيل الكهربائي لهذه الخلية. هذه الخلية تستخدم كتقنية جديدة، تستخدم ميكروبات كمحفز لحفاظ الطاقة من مياه الصرف الصحي، ويتم استخدامها في عملية تحلية المياه. بس لأنها يعني الخلية لأنها تقنية جديدة، فإحنا استخدمناها كمحطة معالجة مسبقة للريفرس أوسموسيس اللي هي التناوح العكسي. ممتاز. طيب الآن ما أهم الأدوات التي تم استخدامها في مشروعكم البحثي حتى توصلتم إلى هذه الفكرة؟ إحنا استخدمنا يعني عشان نصنع الرياكتر، نعم، استخدمنا اللي هو الكاثود اللي هو كان هو كوسيلة إن هو حق الويست ووتر، فكان معنا الكاثود والآنود، وكان معنا ديسالينيشن شامبر. هذا طبعا كلنا احنا يعني ذيل الثلاث شامبر كانوا في المفاعل اللي احنا صنعناه. طيب يعني اذا اردنا ان نقترب ايضا فاطمة من بعض المصطلحات في عنوان مشروعكم البحثي، الان ما المقصود بالتناوح العكسي؟ ايش فكرة التناوح العكسي؟ التناوح العكسي هي هذا يعني كل الشركات اللي تستخدم الويست ووتر يعني معالجة المياه أو معالجة الصرف الصحي تستخدمها كعملية لتنقية المياه، تستخدم غشاء تحت ضغط عالي لإفراز أيونات الملح من الماء. نعم. طيب الآن يعني ما أهم النتائج التي توصلتم إليها بعد مرور المشروع بكل هذه المراحل من خلال اقتراح حل لتحلية المياه المكلفة من خلال استخدام هذه الخلية، خلية تحلية ميكروبية؟ احنا طلعنا النتائج من المفاعل اللي احنا صنعناه، واستخدمنا برنامج دولي اللي هو ويف عشان نشوف الفرق لما نستخدم خلية ميكروبية كمرحلة معالجة مع التناوح العكسي، ولما يكون التناوح العكسي بدون الخلية الميكروبية. نعم، انت ذكرتي انكم اخذتم الماء او المياه المعالجه من احدى الشركات في منطقه الصحار الصناعيه. الان هل كل انواع المياه المعالجه من الممكن ان يتم استخدامها في مشروعكم؟ شوف احنا اصلا يعني استخدمنا ناتشرال ويست ووتر اللي هو يعني تقريبا كل الشركات اللي يتعاملوا مع معالجه مياه الصرف الصحي يستخدموا نفس كمية الماء، بس يعني تختلف الملوحة اللي في كل شركة. نعم، يعني ما كل الشركة نفس الشيء. ممتاز. طيب ذكرتي النتيجة التي توصلتم إليها، هل هناك نتائج أخرى خرجتم بها مع انتهاء مراحل المشروع المختلفة؟ غشاء الخلية اللي كان يستخدم في التناوح العكسي، نعم، احنا لما استخدمنا الخلية الميكروبية اللي احنا صنعناها قدرنا أن نزيد عمر الغشاء تقريبا لسنتين، لأن لما تكون في ملوحة عالية لما كان التناوح العكسي بدون الخلية الميكروبية فإن يكون ملوحة زايدة في الغشاء، غشاء الضغط اللي يستخدم في الريفرس أوسموسيس، فيكون في ملوحة عالية، فلما احنا استخدمنا الخلية الميكروبية قلل من الملوحة وزاد عمر الغشاء لسنتين، لأن الغشاء ما بيكون فيه تلوث ويزيد من عمره. بعد لما استخدمنا الخلية الميكروبية ما استخدمنا نفس الغشاء اللي يستخدم في التناوح العكسي.
إن بيكون الغشاء اللي احنا استخدمناه في الخلية الميكروبية اللي هو أرخص من التناضح الغشاء الموجود في التناضح الأكسي، وأيضا هو قلل من الطاقة اللي احنا استخدمناها يعني في التناضح الأكسي بروحه. لما كان التناضح الأكسي كان تقريبا الطاقة اللي هو 6.22 كيلو وات في الساعة، بس لما استخدمنا الخلية الميكروبية مع التناضح العكسي صار تقريبا يعني نقص من 6 ل 1.2 كيلو وات في الساعة. وإيش يعني هذا التناقص؟ يعني إن لما الخلية الميكروبية لما نستخدم الخلية الميكروبية مع محطة التناضح العكسي إن هو يقلل من الطاقة. شوف يعني مثلا تقريبا ملوحة الماء يعني النشرال ويست ووتر اللي احنا خذيناه من الشركة كان تقريبا ملوحته 38,000. فإذا احنا استخدمنا أصلا خلية التناضح العكسي بدون الخلية الميكروبية 38,000 بتدخل في التناضح العكسي وبتطلع نفس القيمة. لكن إذا استخدمنا التناضح العكسي مع الخلية الميكروبية 38,000 بيدخل في الخلية الميكروبية وبينقص من 38,000 لين 8,000. نعم. هذا يقلل من الطاقة وأن الضغط اللي في الخلية. طيب الآن أنتم شاركتم في مسابقة مختبر الجدران المتساقطة، وفكرة المسابقة تقوم على تقديم فكرة المشروع البحثي أو خطة العمل أو المشروع التجاري أو المبادرة أو النموذج الابتكاري أو المبادرة الريادية في عرض تقديمي في زمن قدره 3 دقائق فقط لكل مشارك اشترك فيها. الآن أنت تأهلتي إلى المشاركة في ألمانيا، كيف وجدت أهمية هذه المسابقة فاطمة؟ يعني شفت أهمية المشروع إن ما بس يعني حق مشروع التخرج اللي هو كان يعني ما بس حق الكلية كحق السلطنة يعني بشكل عام إنه هو أهميته وايد، وإنه يعني تقريبا لأن أصلا حوالي 97% من الأرض اللي هو مياه البحر، فإنه يعني الشيء يعني الخيار الوحيد الممكن لإنتاج الماء اللي هو تحلية الماء. فيعني ما بس السلطنة يعني تقريبا العالم كله يستخدم هذه التقنية. طيب بتفيد ما بس السلطنة يعني تفيد الدول الأخرى. نعم، وكيف تنظرين إلى تطوير المشروع في المستقبل، مزيد من التجارب إليه، تحويله إلى شركة رائدة أيضا؟ يعني إن شاء الله يعني أنا متحمسة صراحة، أنا ويعني ما بس بروحي كنت أشتغل على هذا المشروع، كنت أنا وثلاثة طلاب معي كنا في هذا المشروع. يعني إذا حصلنا دعم وكذا يعني إحنا متحمسين أن نشتغل في شركة. يعني المشروع يتحول إلى شركة؟ ممكن يتحول إلى شركة، ممكن يتحول يعني كعملية في مثلاً شركات معالجة مياه الصرف الصحي، شركات معالجة المياه، حتى يعني وزارة الزراعة، لأن يعني الووتر ما بس حق يعني درينك حق الشرب يعني يقدر يستخدم حق الزراعة والري. صحيح، فالفكرة أن العالم ونحن جزء من هذا العالم يعاني في كثير من مناطقه شح ندرة المياه، فالحل يأتي في تحلية المياه، وهذه الفكرة التي ابتكرتموها فاطمة من الممكن أن تساهم فعلا في تقليل التكلفة والوقت في معالجة مياه الصرف الصحي. نحن نرجو لكم كل التوفيق إن شاء الله فاطمة، وإن شاء الله في مشاركتك في ألمانيا تحظين بالدعم ومزيد من الخبرة ومن خلال لقائك بمختلف الباحثين ومختلف الفائزين في مشروعاتهم المختلفة. نحن نرجو لك كل التوفيق ونشكرك على وجودك معنا في حلقة هذا الأسبوع من حوار مع باحث. شكرا لك يا الطالبة فاطمة بتفهم المقبالية من كلية عمان البحرية الدولية الحاصلة على المركز الأول في مسابقة مختبر الجدران المتساقطة عن المشروع الذي حمل عنوان كسر جدار التحلية المكلفة بدمج خلية تحلية ميكروبية مع محطة التناضح العكسي. نرجو لك التوفيق فاطمة وشكرا جزيلا لك. شكرا.
والشكر موصول لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة. لقاؤنا بكم يتجدد في حوار آخر الأسبوع القادم، وحوار مع باحث. إلى اللقاء. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.